طبعا اللي صار اليوم هو جزء من سلسلة من الاعتداءات اللي بيقوم فيها الاحتلال الإسرائيلي بحق المسافة الأرض وبحق صراحة بحق كل المناطق المصنفة سي. وللأسف الشديد يبدو أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي وسياسة هذه الحكومة المتطرفة الهمجية تتجه إلى أكثر من أنها تهجر الناس من مناطق سي وأنها تهدم هذه القرى. للأسف الشديد عملية الهدم مستمرة، عملية حرق البيوت مستمرة كما صار في قرية خلت الضبع، عملية إنشاء بؤر استيطانية تظهر يوميا وتباعا، يعني اليوم أمس كان ظهرت بؤرة استيطانية قريبة من سدة الثعلة، عملية الاعتداء بشكل مباشر بهدف الإيذاء وإلحاق أكبر أذى للمواطنين الفلسطينيين من أذى جسدي، من أذى اقتصادي، من أذى نفسي، هي مستمرة. اليوم زي ما شفنا في منطقة شعب البطن مقويس، يعني هدم بركسات الأغنام، هدم مساكن المواطنين، وكل ذلك يتم بدون أي مسوغ قانوني. هذه البيوت تم تقديم لها التراخيص اللازمة وتم تقديم كل ما يتطلب من أجل تثبيتها كهياكل بما فيها مخطط تفصيلي وتنظيم لهذه القرية. لذلك تتم عمليات الهدم خارج الإطار القانوني، تتم من أجل إظهار الوجه البربري للمستوطنين على هذه الأرض، ولا يخجلون من أنهم يكونوا ضد القانون أو مع القانون أو كذا، ولكن بدهم يظهروا هذه الصورة البشعة. طبعا رسالة المواطنين واضحة ليس من الآن، منذ قام الاحتلال بإجراءاته التعسفية بحق هذه المناطق، إنه هذه أرضنا ليس لنا بديل، لن نخرج منها. ولكن يبدو أن الاحتلال، وهذه سياسة الاحتلال، من لم يأتي بالعنف يأتي بمزيد من العنف، ومن لم يأتي بمزيد من العنف يأتي بالبربرية والهمجية.